عايزه اروح معاك شويه للخبر اللي هو كان خاص بالحكم الدولي السابق، يعني نتكلم هنا مش حكم، يعني الحكم الدولي السابق سمير عثمان وتصريحاته المختلفه والمستمره من ساعه ما حدث. فكره هنا كمان ان المانشيت بيقول سمير عثمان عن لسانه يعني ايقاف محمد الشناوي هزار وتهريج، ويمكن كان ليه تصريح قبل كده كان تحدث ان هدف الاهلي صحيح ولا يوجد اصلا داعي لعوده يعني الحكم للفار او الحكم للفار. فتصريحات من النوع ده برضو الى حد ما لازم توقفنا شويه او يعني نستوقف عندها شويه ونفكر، طيب هل كل الكلام ده غلط وهل كل الناس او ثلاث ارباع الناس شايفه ان الموضوع فيه علامه استفهام والوضع برضو كما هو؟ يمكن ده التساؤل اللي احنا سالناه في المقدمه، ولكن فعلا كل شويه حاجه عماله تحصل، كل شويه تصريح عمالين نشوفه من ناس يعني مش هيجاملوا اكيد الاهلي. انت بتتكلم عن حكم دولي ومش بس سمير عثمان، العديد من الحكام، العديد من التصريحات، العديد من كمان ما يختص بالنقاد الرياضيين تحدثوا عن هذا الموضوع. فاعتقد ده شيء احنا محتاجين فعلا نلاقي له اجابه زي ما طرحنا على حضراتكم السؤال. انا مش عارفه. بصي هو باختصار عشان الامبيلي الكبيره اللي بيحصل كله، يعني اديك الزتونه بتاعت الموضوع، شيء مؤسف على كل الاصعده وعلى كل المستويات، وغريب قوي ان احنا نبقى يعني بنضيع وقت اصلا في الكلام عن النوع ده من الامور. غريب جدا ان الحاجات دي تحصل، غريب جدا ان احنا نكون بنتكلم على حاجات، يعني في مثل قديم يقول لك ايه؟ يقول لك اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. سيبك بقى من الفار ومش الفار والحاجات دي كلها، نرجع على قديم، واللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، بس كده. هننتظر على كل حال، وزي ما انت قلت وزي ما احنا بنأكد، النادي الاهلي ليه طريقه في حتى اخذ الحق. احنا بنتكلم بكيان كبير، بنتكلم في شأن النادي الاهلي، فحتى وانت بتاخد حقك يعني زي ما بيقول لك ايه ده، انك تاخد الحق برضو دي صنعه. فاحنا بناخد الحق بتاعنا ولكن بالاسلوب اللي يليق بالكيان اللي هو النادي الاهلي. طيب.